طيب اليوم إن شاء الله بدنا نحكي على density based clustering، تمام؟ طبعا الالجوريثم هذا density based أو اسمه يعني أو بيعتمد على density. إيش التعريف تبعه؟ بيعرف إنه الكلاسترز هي عبارة عن regions، نقاط أو مناطق عفوا فيها high density، كثافة فيها مرتفعة، تمام؟ that are separated from another regions انه بتعتبر فيها الدنسيتي low. معنى ذلك انه انت زي ما انت شايف في الداتا بوينت اللي موجودة عندك هنا، خليني اكبر لك اياها عشان تشوف اكتر. زي ما انت شايف هنا، انت في عندك نقاط او مناطق فيها هاي density زي هيك، وفي في مناطق انه low density. فبالتالي هذه المنطقة زي ما انت شايف اللي انا حاطط عليها بالمؤشر زي هيك، خليني احاول انه اعمل لك هايلايت عليها، تمام؟ انه هاي المنطقة زي هيك بهذا الشكل، هذه كلها عبارة عن كلاستر واحد، تمام؟ ليش ما ضمش له هدول النقاط؟ لأنه هنا في عندك فاصل من منطقة الدنسيتي فيها منخفضة، تمام؟ فهي الفكرة الأساسية، هاي التعريف تبعه، هاي المعنى هذا الكلام. فأول ألغوريثم أو الألغوريثم اللي إحنا هنتعامل معاه هو الدي بي سكان، اسمه دي بي سكان أو density based دي بي لدنسيتي بيست، وسكان لانه فعليا احنا بنعمل سكان لكل النقاط عندي في الداتا سيت. ايش بيعرف؟ بيعرف حاجه density انه هي عباره عن عدد النقاط اللي بتكون موجوده خلال يعني ضمن radius معين، والradius هذا بنسميه ابسيلون، تمام؟ وبيصنف النقاط تبعتي لثلاث تصنيفات. التصنيف الاول اللي هي الكور بوينت، التصنيف الثاني البوردر بوينت، والتصنيف الثالث اللي هي النويز بوينت. بقول لك كل النقاط انا عندي في الداتا سيت حتكون احدى هذه التصنيفات، يا اما كور يا اما بوردر يا اما نويز. شو تعريف الكور؟ الكور انه هي عبارة عن نقطة تحتوي ضمن الراديوس تبعها اللي هي الابسيلون على عدد معين من النقاط، بسميه مين بوينتس، تمام؟ وهذه النقاط انا بسميها الانتيريور تبع الكلاستر، النقاط الداخليه انا عندي في الكلاستر، ودائما بعد النقطه نفسها، يعني انه بضمن النقطه نفسها لما اعد. التصنيف الثاني هو البوردر بوينتس، تمام؟ وهي عباره عن نقاط مش كور بوينت، ولكن بتكون موجوده في جوار الكور بوينت. يعني بمعنى آخر هي عبارة عن نقطة لا تحتوي لا تتضمن على عدد المين بوينتس، تمام؟ وتعتبر انه هي مجاورة للكور بوينت. التصنيف الثالث النويز بوينت، هي مش كور ولا بوردر. شوف هذا التعريف هنا بشكل أفضل، طلع لي على الـ A. أنا في عندي هنا ثلاث نقاط كمثال A و B و C. طبعا هذا الكلام لازم انه أنا أطبقه على كل النقاط. كل النقاط باجي بصنفها يا تكون كور او بوردر او نويز. انا عندي هنا المين بوينتس قديش؟ 7، تمام؟ فالنقطة A نيجي بدنا نصنفها، ما دام المين بوينتس 7، هي الراديوس، هي الابسيلون، باجي بعد النقاط، بعد النقطة نفسها اللي هي الـ A، هي 1 2 3 4 5 6 7، تمام؟ البي موجودة ضمنها، يعني ضمن الحدود تبعت الدائرة تبعت الإبسيلون. فبما إنه بتحتوي على عدد نقاط مساوي للإبسيلون للعفوا للمين بوينتس أو أكثر، معنى ذلك إنه هذه النقطة تعتبر كور بوينت. كور بوينت نقطة A.
أنا أحكي على النقطة A. النقطة A لقينا بتحتوي على تتضمن على 7 نقاط ضمن الإبسيلون تبعها. ما دام إنه بتحتوي على نقاط مساوية للمين بوينتس أو أكثر، معنى ذلك إنه هي كور بوينت. نيجي للبي، نعد عدد النقاط. البي نفسها هي 1، هي 2، هي 3، هي 4، أقل من البين بوينتس. تمام؟ كيف أحدد إنه هي بوردر ولا مش بوردر؟ والله إذا كانت البي جوات الدائرة تبعت كور بوينت فبالتالي هي بوردر، ما دام إنه هي ضمن القطر تبع الأي. تمام؟ هي شايف داخلية جوا، معنى ذلك إنه هي بوردر بوينت. السي عبارة عن نويز بوينت. ليش؟ لأنه نيجي نعد عدد النقاط، هي 1، سي نفسها 2، 3، وفي نفس الوقت انه هي ما فيش ولا نقطة، او عفوا انه هي السي نفسها مش ضمن دائرة نقطة، لا مش من ضمن دائرة البي، مش ضمن دائرة كور بوينت. حتى لو كانت انه هي داخلة في البي، تمام؟ يعني إذا كانت داخلة في البي بتصير إنه زيها بوردر بوينت، لأنه بتكون إنه لا مش شرط، مش شرط إذا كانت داخلة إنه في نطاق البي إنه هي تكون، يعني إذا كانت داخلة في نطاق البي بتزيد عدد النقاط. أنا عندي 1 ولكن إنه بي مش كور بوينت، تمام؟ لازم تكون داخلة في نطاق، يعني يعني لازم تكون إنه داخلة في نطاق الأي عشان انه تكون هي كور بوينت، فبالتالي لازم تكون داخله نطاق كور بوينت عشان نعتبرها بوردر. تمام؟ هي الابسيلون الراديوس، هي الابسيلون هي الراديوس، الراديوس تبع لا احنا بدنا نحدده. تمام؟ يبقى هنا بدي احدد تو باراميترز، الابسيلون والمين بوينت. تمام؟ بحدد عدد الكلاستر لحاله، انه هي بحدد عدد الكلاستر بناء على الدنسيتي، لكن انه محتاجين تو باراميترز عشان نحن نحدده. فهنا انا عندي الاوريجينال بوينتس زي ما انت شايف بهذا الشكل، كيف صار لهم تصنيف؟ صار لهم تصنيف بهذا الشكل. ايش انواع النقاط انا عندي؟ هي كل نقطة انه النقاط بهذا اللون انه هي تعتبر بوردر، بتكون هي موجودة على الحواف. النويز هي بهذا اللون، تمام؟ شايف هذا كله نويز، تمام؟ وعندك الكور بوينت انه بهذا اللون انت بتكون عندك، وهي بتشكل انت عندك نقاط اللي هي بنسميها الكلاستر بوينت، لانه بيشتغل بنظام انه هذه نقاط متصلة. كيف نقاط متصلة؟ حسب الخوارزمية. ايش الخوارزمية بتقول؟ الخوارزمية بتقول انه اول خطوة ايش بدي اعمل؟ بدي اعمل تصنيف لكل البوينتس الموجوده عندي لوحده من الليبلز، يا اما كور او بوردر او نويز بوينت، وعرفنا كيف بدنا نصنفها. تمام؟ الخطوه الثانيه بطير النويز، بعمل اليمينيت للنويز، فبالتالي بتوقع عندي فقط الكور والبوردر. تمام؟ الخطوه الثالثه والرابعه، الثالثة والرابعة فعليا انه انت بتروح بتوصل الكلاستر. ليش؟ لانه بقول لك هنا put an edge between all core points within a distance epsilon to each other، فبالتالي انه هدول النقاط بدي انا احط edge بيناتها، فمعنى ذلك انه هو زي كانه انا بدي ارسم دوائر لكل الكور بوينتس بالابسيلون تبعها. تمام؟ وبعدين كل ال بعمل انه كل جروب كونكتد مع بعض في الكور بوينت انه بشكل انه هي عباره عن سيبريت كلاستر. تمام؟
وبعدين البوردر بوينت اللي ضايلة بروح بعينها لوحدة من الكلستر اللي هي بتنتمي للكور بوينت اللي شكلناه بتوصيل نقاط الكور بوينتس فيه. عشان أنا أوضح لك هذا الكلام خليني أضيف لك هنا سلايد وأرسم لك هذا الكلام. طيب حكيت لي نفترض إن أنا في عندي هنا نقاط ذات كثافة عالية، واضحة النقاط ولا أكبرها شوية؟ أوكي، بنعتبر إن أنا في عندي هنا نقاط ذات كثافة عالية، وهنا في عندي نقاط بكثافة منخفضة، وهنا رجعنا إنه نقاط بكثافة عالية. إيش الخوارزمية بتحكي؟ الخوارزمية بتحكي إنه بقول لك إنه كل نقطة كور بوينت أرسم دائرة حسب الإبسلون تبعها، هذه برسم إلها دائرة، هذه برسم إلها دائرة، هذه برسم إلها دائرة. تمام؟ حكيت الدوائر المتصلة هذه كونكتد، إيش بتسوي؟ بتشكل كلاستر واحد، كونكتد كلاستر. تمام؟ هذه لو density ريجون، هذه نويز. تمام؟ فبالتالي إنه ما بتشكل. حكيت هذه ليش ما ضميتها للكلاستر هذا؟ لأنه الدوائر اللي موجودة هنا ما بتتداخل مع هنا، مش متصلة مع بعض، فهذا كون أنا عندي كلاستر وهذا أنا عندي كلاستر مختلف، هذا سي واحد وهذا سي اثنين. تمام، نفس الفكرة، أعمل لي دوائر هنا لكل كور بوينت أنت عندك، وهدول الدوائر المتصلة شكل لي من خلالها كلاستر واحد، فبالتالي هذا كله تشكل أنا عندي كلاستر 2 سي 2. كيف؟ لا خلص، هو بشيلهم اصلا في الخوارزميه، بقول لك انه بشيل النويز بوينت. نعم اوكي. اجيت بناء على هذا الكلام شوف لي اوكي، مش راضي يعمل كروب، ولكن هي عندي شكلها زي هيك وهاي. اوكي فهذا الكلاستر، هذه الاوريجينال بوينت، لاحظ انه هذه كلها كلاستر متصل، كلاستر واحد مختلف عن الكلاستر هذا، ليش؟ لانه في فاصل بيناتهم من لو density ريجون، يعني مناطق بكثافة منخفضة، فبالتالي كم كلاستر عندي؟ هي واحد، هي اثنين، هي ثلاثة، هي أربعة، هي خمسة، هي ستة كلاستر بهذا الشكل. تمام؟ هاد لاك نويز بالضبط، خلاص هذه عبارة عن منطقة فاصلة ما بعتبرها إنه هي كلاستر. لاحظ هنا إنه القوة تبعته إنه إيش بحكي لك؟ إنه ممكن يتعامل مع الكلاستر بأحجام مختلفة وسايزز مختلفة. هل محتاج إن أنا أحدد له الكي؟ عدد الكلاسترز؟ لا. هل بيتأثر بالنويز؟ ريزيستنت للنويز، ليش؟ لأنه هو عندك خطوة أساسية في الألجوريثم، معنى ذلك إنه لو أنا حكيت لك في الامتحان هل الدي بي سكان أحسن من الكي مين؟ أوعك تقع في الفخ. تمام؟ ليش؟ لأنه أي نعم أنا عندي الدي بي سكان انه مش محتاج انه انا احدد عدد الكلاسترز،
ولكن انه في وفي اشكاليه عندي انه في تو باراميترز اللي هي المين بوينتس والمين ابسيلون، كيف بدي احددهم هذول الاثنين؟ يعني هذول لسه تحديدهم اصعب انا عندي، فبالتالي انا عندي الابسيلون الى دي، هاي الباراميترز الاثنين الابسيلون والمين بوينتس، قديش اختار؟ بالنسبه للكلاستر ممكن انا اجتهد يقول لي والله بدي اقسم الزبائن انا عندي لمجموعات، كم مجموعه اقسمهم؟ ويقول لك خلينا نقسمهم 3 أو 4 ونشوف، لكن هنا أنا بدي أحدد الراديوس. قديش أختار؟ 3.5، 7، 10، قديش المين بوينتس؟ فمعضلة. هذه شغلة. فبالتالي صحيح إنه البيزي الكي مين أبسط وبيحتاج الباراميتر اللي هو الكي، تمام، ولكن انه يعني اي نعم انه هو بيتاثر بالنويز، ولكن انت ممكن تشيل النويز كخطوه منفصله عن الالجوريثم. هنا انه الديب سكان بيشيل لك النويز ضمن، يعني بالضبط كخطوه ضمن الالجوريثم داخل يعني كخطوه داخل الالجوريثم بيشيل لك اياها. فبالتالي اوعك تقع في الفخ وتقول لي انه الديب سكان هو افضل. لا، في كل واحد في له ميزات وعيوب، فيش حاجه اسمها افضل. بالضبط، نشوف وين مشاكل ال كيف مش سامع. لا مش الأفضل، فيش كل واحد له ميزات وعيوب. هاجيت وين الديب سكان ممكن انه هو ما يشتغلش، تمام، هاي الاوريجينال داتا بوينت انا عندي، تمام، هاي الاوريجينال داتا، فهنا لاحظ انه انا ايش حطيت، حطيت المين بوينتس 4 والابسلون قديش 9 و92. كم كلاستر طلع معاك؟ هيو هدول النقاط عبارة عن كلاستر، هذه عبارة عن كلاستر، وهدول كلهم عبارة عن كلاستر، مع انه الاوريجينال داتا لو انت اجيت اطلعت عليها هاي الاوريجينال داتا. ايش انت في عندك كلاستر؟ هذا كله كلاستر، هذا الويل كلاستر، هدول كلاستر، تمام، وعندك هنا هدول عبارة عن نستد كلاسترز زي هيك، في انت عندك كلاستر جوا كلاستر. لكن هو على ايش اتعرف؟ اتعرف على هذه وهذه وهذه. حكيت ايش بدنا نسوي؟ لاحظ هنا المين بوينتس 4 والابسلون 9 و92. ايش بدي اسوي؟ بس بدي اعمل تغيير بسيط، ايش هو التغيير؟ هي بدل ما كان 9 و92 ايش صار؟ 9 و75، يعني غيرت احشار والبين بوينت زي ما هي. ايش صار النتيجة؟ نتيجة انه هذه كلها اعتبرها ناقص. شايف وين المشكلة؟ فبالتالي لما يكون في عندك داتا سيت فيها تباين في الدنسيتي بيفشل الالجوريثم. يعني لما يكون في عندك كثافتين، كثافة عالية وكثافة منخفضة، الالجوريثم بيشتغل كويس. لكن اذا كان في عندك يعني كثافة عالية، كثافة متوسطة، كثافة منخفضة، بيفشل الالجوريثم. اذا كان في تباين في الكثافات في الداتا سيت تبعتك بيفشل الالجوريثم، تمام. وين كمان انه ممكن يكون في صعوبة لما تكون الداتا سيت هاي دايمنشنال. وبالمناسبة يعني الهاي دايمنشنال عبارة عن يعني قضية او مشكلة في اغلب الخوارزميات في الكلاسترينج، انه كل ما زادت يعني عدد الاعمدة كان انه في صعوبه في الكلاسترنج، في تحدي في الكلاسترنج، تمام. ف كيف طبعا صحيح او الكي مينز، بس انه انت ممكن تستخدم اكثر من كي، تمام. الدي بي سكان موجود وحورجي لك كيف انه انت تستخدم. حاجات كيف بدنا نحدد قيمة الإبسلون والمين بوينتس؟
فقلت ايش الفكرة الأساسية تبعت الخوارزمية هذه؟ الفكرة الأساسية إنه أنت عندك كل بوينت في الكلاستر، ما دام إنه بوينت في الكلاستر يبقى ايش النوع تبعها؟ نوعين، يا كور يا بوردر. ما دام انا حكيت ان كلاستر، ان كلاستر احنا حكينا انه ايش النقاط اللي بتشكل الكلاستر؟ الكور بوينتس، وبنضم لها البوردرز. فبالتالي كل الكور بوينتس والبوردر بتكون المسافة بينها وبين الجيران تبعونها قريبة، تمام؟ اما النويز بوينتس المسافة بينها وبين جيرانها ايش بتكون؟ بعيدة. فبناء على هذه الشغلة ايش بروح بعمل؟ بعمل بلوت بين السورتد ديستانس وكل نقطة مع الكي نيبورز تبعونها، مع الكيث نيبورز، مش مع كل النيبورز، مع النيبور الكي. يعني هنا على سبيل المثال زي ما انت شايف امامك انه في الرسمة هذه انه شوف اطلع علي هنا انه انت عندك هنا البوينتس من 0 لغايه 3000. انا عندي 3000 نقطه في الداتا سيت تبعتي، تمام؟ هذا الاكس اكسس، والواي اكسس اللي هي عباره عن المسافه مع الجار الرابع، مسافه مع الجار الرابع. لاحظ انه هذه سورتد ديستانس، عشان هيك انت شكل المنحنى طالع انه هو بشكل تصاعدي، تمام؟ فبالتالي بحسب كل نقطة مع المسافة بينها وبين الجار الرابع لإلها، برتب المسافات هذه وبروح الترتيب هذا هي عيب وحطه هنا، تمام؟ برتبه هيك أنا عندي في الإكس أكسس، فبالتالي إنه بطلع أنا عندي شكل المنحنى بهذا الشكل، تمام؟ يبقى هنا النقطة واحد على سبيل المثال والمسافة بينها وبين الجار الرابع قديش؟ لنفترض إنه 3. النقطة 500، المسافة بينها وبين جارها الرابع قديش؟ 4. النقطة 1000، 5 إلا شوية، وهكذا، تمام؟ هلقيت إيش الفائدة من هذا المنحنى؟ من هذا المنحنى إنه أنا بدور على حاجة اسمها الني. إيش هي الني؟ إنه النقطة اللي صار فيها انحدار أنا عندي، أو يعني انحراف بشكل كتير كبير في الكيرف، بعتبر إنه هذه النقطة، فبروح برسم خط زي هيك بهذا الشكل، تمام؟ وبقول إنه هو هذا أفضل قيمة أنا عندي لل distance، فبالتالي الراديوس راح يكون أنا عندي 10، تمام؟ والمين بوينتس راح تكون 4. يبقى هنا المين بوينتس بتساوي 4، والراديوس اللي هي الإبسيلون، تمام، بتساوي 10. كيف؟ لا، هذا الكلام حكري رو مع أكثر من كي، يعني حجرب مع الجار الرابع وحجرب مع الجار الخامس. يعني الرسمة هذه اللي وراها أنت عندك هيو مع الجار الخامس زي ما أنت شايف، تمام؟ بس هذه الرسمة للداتا سيت مختلفة، عشان هيك السكيل أنت عندك مختلف شوية هنا. فبتلاحظ انه انت زي ما حكينا، زي ما اتفقنا، وين ما في انت عندك صعود مفاجئ للكيرف، تمام، بتحط خط زي هيك، وبناء على هذا الكلام ايش بيطلع انت عندك النتيجة هنا؟ بتطلع عندك النتيجة هنا انه الراديوس، هذا الراديوس الار اللي هي عبارة عن الابسيلون تبعتك، قديش بدها تساوي؟ قديش القيمة هذه؟ لنفترض إنه نقول 17 بعد الفاصلة العشرية، 0.17 مثلا، أو 16 أو 18 عفوا، يعني، تمام؟ وال كي أو المين بوينتس أنت عندك قديش؟ بتساوي 5، تمام؟
عرفت الفرق. فبالتالي انت بتجرب كل مرة جرب كي مختلفة، يعني بتطلع انت عندك مجموعة من القيم، فبتروح بتجرب تعمل كلاسترنج بهدول البارامترز وكلاسترنج بالبارامترز الثانية اللي طلعناها لما كانت الكي 4، تمام، وبتجرب الكلاسترنج هذا والكلاسترنج هذا، وبعدين بتعمل ايفالويشن مين الويل كلاستر، تمام، اللي هو راح يكون الموضوع الجاي. كيف؟ بالضبط بالضبط. يعني انت عندك انه هنا بتبدا انه هذا الابسيلون اللي فعلا انه بتبدا فيه الكثافه تقل. تمام؟ فزي ما حكينا انت بتجرب اكثر من قيمه وتعمل ايفالويشن للكلاستر بناء على هذا الاساس، واللي هو راح يكون موضوعنا في المحاضره الجايه، انه احنا نعمل كلاستر فاليديتي او كلاستر فاليديشن، انه كيف نعمل ايفالويشن للكلاستر. تمام؟ كيف؟ بالضبط، على الكلاسترنج بالعموم، يعني انه احنا حنشوف كيف نقيم الكلاسترنج، فحناخذ يعني تبقي لنا شويه بناخذها المحاضره الجايه ان شاء الله. يعطيكم العافيه.